السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو دوت هنجيب هنعمل اكستراكت للترانسفير فانكشن للسيستم اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت اللي هو الميكانيكال سيستم الماس سبرينج دامبر، وبعد كده نتعلم ازاي نحول ترانسفير فانكشن للسي سبيس وهكذا يعني، ونتعامل مع الموضوع ده. طبعا ده بيستخدم الماتلاب. نقلب على السيمولينك. السلايد ديت ده الموديل اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت. تمام، هنعمل بس شويه تعديلات بسيطه كده عشان نعرف نطلع الترانسفير فانكشن بتاعتنا. هنيجي عند ال displacement، هنشيل ده كده، نشيل الانبوت ديت، وبعد كده هنيجي حاجه هنا اسمها الانبوت وحاجه اسمها الاوتبوت. كوماند يوز بلوكس انبوت، وبعد كده هنيجي عند الاوتبوت عندنا هنا. تمام كده. نسمي الانبوت بتاعنا ده فورس، الاوتبوت displacement. تمام. بعد كده هنيجي هنعلم عليهم كلهم كده عشان ما نشوفش الشكل ده تاني بشكل رخم ومش ظريف. هنعمل حاجه هنا اسمها create subsystem، فهنا عملنا سب سيستم عشان مش ملناش كل شويه ملناش دعوه كل شويه بالتفاصيل. هنمسح ده كده ولا نسيبه عادي؟ هنسيبه. وبعدين عشان نعمل اكستراكت للترانسفير فانكشن بتاعتنا، هنيجي هنا ده كليك يمين لينير سيستم اناليسيس بوينت. تمام، هنختار اوبن لوب انبوت عند الانبوت هنا واللينير اناليسيس بوينت، وهنا اوتبوت ميجرمنت. وبعد كده نيجي على اناليسيس كنترول ديزاين linear analysis. وهنا step response هيدينا ال step function اللي احنا جات لنا المرة اللي فاتت. ال step function طبعا بعد التعديل لما بقى كان مش stable قوي يعني. وبعد كده هنيجي عند ده كده ناخد ده copy ونعمله هنا بيست، بقى عندنا لينسز واحد ده كده. خلاص نسيبنا دلوقتي من السيمولينك ونخش على المات لاب. نقفل ده ونقفل ده كلير. دلوقتي عندنا اللينسز اللي هي ستيت سبيس ريبريزنتيشن، ستيت سبيس ريبريزنتيشن اس اس يعني ستيت سبيس ريبريزنتيشن. تمام. نعمل مثلا حاجه هنا ستيت space هيساوي len sys 1. تمام، هنا state space. طب دلوقتي انا عايز اجيب transfer function. transfer function ببساطة transfer function هتساوي دالة tf وندخل جوه عندنا هنا state space. بوم، زي ما احنا شايفين طلع لنا الترانسفير فانكشن بتاعت السيستم بتاعنا ده. تمام. تمام. طب دلوقتي خلاص يعني يعني خلاص كده. طب احنا عايزين نعمل يعني احنا عايزين نعمل احنا ترانسفير فانكشن بايدينا بنوميتور ودينوميتور وبعد كده نحولها للست سبيس. هنيجي هنا عند نم نوميتور ونختار مثلا واحد. denominator ونختار مثلا واحد اثنين ثلاثة كده. denominator بتاعنا اللي هو اس تربيع زائد اتنين اس زائد ثلاثة. ماشي. وبعد كده مثلا ماشي هنيجي نعمل هنا my tf هتساوي transfer function نفتح قوس denominator my tf. دي my tf بتاعتي transfer function بتاعتي. تمام. طب دلوقتي انا عايز احول transfer function بتاعتي ديت ل status base. هيبقى عندي هنا ال a وال b وال c وال d vectors بتاعتنا، وبعد كده ده اسمها function اسمها to state transfer function to status base. وبعد كده denominator و denominator
كده عملنا لنا الستيت سبيس كده لسه برضو يعني ما عندناش الاي والبي والسي ودي جاهزين للستيت سبيس، بس ده ما عملناش ستيت سبيس فاريبل. يعني هنا نلاحظ ان المالتي اف ده سبيس فانكشن، والاي والبي والسي ودي متعرفين كاريز وخلاص. لا احنا عايزين نعمل ستيت سبيس ريبريزنتيشن. هنعمل ستيت سبيس اي حاجه مثلا اي اس بتساوي الاس اس، وهنا اي بي سي دي. كده لو نبص هنا دلوقتي اس اس اي اس بقت ستيت سبيس، يعني دلوقتي كده معمول لها ريبريزنتيشن بالستيت سبيس. لو عايزين نحولها تاني للترانسفير فانكشن هنعمل تي اف اي حاجه بتساوي تي اف للستيت سبيس بتاعتنا اللي هي اس اس اي اس، ادي الترانسفير فانكشن بتاعتنا. وكده ان شاء الله يكون الفيديو بتاعنا خلص. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.